كل مكان أينما كنتم، تحياتنا متجددة ولنا عودة مرة أخرى إلى صدارة الشوط وإلى الانتقالات الجميلة وإلى هذه الشعارات، شعارات أصحاب السمو الشيوخ التي تزين هذه القعدين وتزين هذه الميدان. مشاهد مع لهجن الرئاسة مع سعيد وهيبي مشاهدينا، بينما هناك المطاردة لا محالة سراب هناك أيضا في هذه اللحظات لسمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان وأحمد بن مطر بن مايد الخيلي في عملية التضمير والمتابعة مستمرة نتمناها لكل العشاق والمحبين في المركز الثالث صوغان وصل أيضا لمعالي الشيخ محمد البطي الحامد مع مختار أحمد، بينما نقلتنا اللي قادمة في رابع المراكز متواجد في هذه اللحظات هملول لهجن الرئاسة مع سعيد بن شطيط الوهيبي، والدور دور اللي قادم من الناحية الأخرى مشاهدي الأعزاء. وهناك أيضا كما نرى مشهور لسمو الشيخ خليفة بن نهيان بن حمدان آل نهيان وحمدان بن حمد الرميفي بالتضمير بجواره تماما شاهين لهجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد التم المنصوري في المركز الدور دور هنا هملول لهجن الرئاسة اللي قادم مع سعيد بن شطيط الوهيبي، انتقلنا وياكم مع اللي قادم في هذه اللحظات مشهور لسمو الشيخ زايد بن المربي مكتوم آل مكتوم ومع حمد بن علي العويسي بالتضمير سابع المراكز، مركز الثامن وصل شاهين أيضا لسعادة الشيخ ناصر بن جاسم النعيمي وراشد بن محمد المري في التضمير، بينما هناك اللي قادم الآخر هملول لهجن الرئاسة مع سعيد بن شطيط الوهيبي تاسعا وعاشر المراكز هملول أيضا لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان مع ناجم بن علي الفيلاني. النداء الثاني على التوالي لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر هذه اللقطات الجميلة التي تنقلها لكم ضبي الرياضية، والمخرج هناك مستر روي يعطينا الصدارة مباشرة مشكور، والصدارة مع هملول والصدارة الهملولية مع هذا الشعار الجماهيري الكبير مشاهدي الأعزاء الذي ينتقل في الصدارة اللي تابع الشعار وهملول لهجن الرئاسة مع الشاطر سعيد بن شطيط الوهيب. المركز الثاني، المركز الثاني هناك ايضا متواجد شعار معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مع صوغان ومختار احمد، بينما هناك ايضا اشوف المستحيل حرك من المناطق الخلفيه، المستحيل قادم مع هناك ايضا شاهين لهجن الرئاسه وراشد بن محمد المنصوري اللي متواجد في المركز الثالث، المركز الرابع مشهور لسمو الشيخ خليف بن نهيان بن حمدان بن محمد ال نهيان وحمدان بن حمد الرميدي بالتضمير، وصل هناك ايضا مشهور لسمو الشيخ زايد بن المربي المكتوم المكتوم مع العويسي حمد، عودتنا للصداره، عودتنا عندما بانت المنصه ومشاهدينا هناك الصداره، ونحن ننتقل في هذه اللحظه وسوغان الذي تجاوز مشاهدي الاعزاء من عمق الميدان وانتقل الى الصداره باشعار معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ومع مختار احمد. الله شوفوا سلاله سوغانيه غنيه عن التعريف مشاهدينا، انطلقت الى صداره الشوط والاداء الجميل في الصداره وبدا يقترب من امام الحزام أمام الجماهير. تهانينا مشاهدينا الأعزاء لمعالي الشيخ محمد بن مطي الحامد، وتهانينا لمختار أحمد للمرة الثالثة على التوالي، الهاتريك أيضا زفوا أيضا لمعالي الشيخ محمد بن مطي الحامد. المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة، والمركز الثالث هملول لهجن الرئاسة، والمركز الرابع مشاهدينا هناك مشهور لسمو الشيخ خليفة بن هيام بن حمدان آل نهيان، والمركز الرابع مشاهدينا وصل المشهور لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد، والمركز الخامس هناك أيضا اللي واصل المركز الخامس اللي هو المركز السادس مشاهدينا الأعزاء اللي هو هملول لهجن الرئاسة، أيضا تدخل شعار سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان مع سراب، ومشاهدينا اللي كل وصل مشاهدينا كما تابعنا لنا عودة مع التوقيت الزمني ومع الأداء الجميل ومع الكل مشاهدينا، نحن نتابع معكم لقطة أخرى قادمة على قناة أبو ظبي الرياضية والحركة البطيئة، وهناك سوغان توقيت 8:03 ست أجزاء من الثانية. تهانينا من الأعماق بالفوز الجميل لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد وإلى مختار أحمد. المركز الثاني